يا احكي لنا احد الاخوه اللي نعرفهم جلس تقريبا 4 أو 5 سنوات ما انجب له، يقول واستمعت لكلمه كنت يقول مار في احد المساجد او احد المجالس الطيبه فذكر فضل الاستغفار وقضيه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. هذا ما فيه بغض هذا قرار إلهي تلتزم بهذا الأمر ابشر بالخير. يقول التزمت الاستغفار ما شاء الله، يقول رزقت الحمد لله بالذرية، يقول مع أني جلست فترة طويلة. يا سلام. فالإنسان لا ييأس من روح الله، لا شك. وترى قضية التأخر هذا من الابتلاء اللي تؤجر عليه، ولربما حجبت عن الذرية لكن فتح لك أيضا باب كما فتح للأخ اللي جاء لوداد بعد 20 سنة انقطع من الذرية ثم جاء وكفى اليتيم. فلعل الله أراد أيضا أن يفتح لك آفاق بعيدة ما كانت في حسبانك. صحيح. ذرية يعطونك نفس المشاعر، يعني اللي هو الأبناء المكفولين هذا أو اللي نسميه محتضنين، وش تسمى؟ محتضنين. محتضنين. فيحصل لك المشاعر الأبوية التي تشعر بها لو رزقت بذرية وربما تفوق. يا سلام. ويفتح الله لك في قضية الأجور، صاحبة النبي عليه الصلاة والسلام، كفالة اليتيم وما فيها من الخيرات بدل الفتوحات. كثير من الناس من كفى اليتيم وانهال عليه الخير، انصب عليه الخير صب. لربما ما يأتيك هذا الأمر إلا لها، معلش بنأخرك في هذا الأمر لكن ابشر بالخير. يا سلام. قرية ينمو بها منها هنا من وقف أيتام الوداد.